الحديث عن تسجيل إصابة بشلل الأطفال في محافظة الديوانية قابلته النجف بإجراءات وقائية وحملة تلقيح استثنائية للأطفال دون سن الخامسة تستهدف 236 ألف طفل وطفلة. غرفة عمليات شكلت برئاسة المحافظ وبإشراف ميداني من مدير عام صحة النجف الذي تحدث عن نشر 523 فرقة جوالة وثابتة للتلقيح في الأحياء السكنية والسيطرات الخارجية والمنافذ الحدودية والعتبات الدينية وحتى في مناطق الحصاد للقادمين من المحافظات الأخرى لمنع دخول المرض إلى المحافظة. 523 فرقة جوالة وأكثر من 1246 عنصر. نركز تركيزنا العالي على الأماكن الأكثر خطورة والأماكن المزدحمة والأماكن الفقيرة حقيقة والأماكن البعيدة. الهدف من عندنا أن نوصل إلى نلقح 236 ألف طفل إن شاء الله نعبر الهدف، لأنه إحنا فرقنا الصحية التلقيحية موجودة في كل المنافذ الحدودية في السيطرات وكذلك في الأماكن المزارات الدينية وكل القادمين اللي يعملون الآن لأنكم موسم حصاد. فرق التلقيح الجوالة تحركت منذ فجر الثلاثاء من منزل إلى منزل لتلقيح الأطفال المشمولين خاصة في الأماكن الفقيرة والمزدحمة وبأسلوب مختلف، حيث يتم هذه المرة توزيع كارتات خاصة فيها معلومات عن التلقيح ونوعه وزمانه ليبقى لدى عائلة الطفل الملقح. هذا الكارت يحمل اسم الطفل، توقيع التلقيح، تاريخ التلقيح، رقم الجولة، نوع اللقاح، زين عيني، بالإضافة إلى هذا التأشيرة على إصبع الطفل بالضبط مثل الانتخابات، تأشيرة على إصبع الطفل إنه هذا الطفل أخذ اللقاح، وهذا الكارت ننطيهم إياه للبيت تبقى عندهم ومقعنا به ذول الأطفال يتلقحوا. الحملة التي تستمر لخمسة أيام متتالية قوبلت بتعاون وارتياح واضح من العوائل التي تشعر بالقلق على ما يبدو إثر الإعلان عن تسجيل إصابات بهذا المرض الذي تم القضاء عليه في العراق لسنوات طويلة في محافظات قريبة. حملة أنا أيدها وشجعها ويا ريت تستمر هاي الحملة لإنقاذ الأطفال، يعني أطفالنا الجو ملوث. على أساس اليوم إحنا نروح بس سألتوا رحم الله والديكم يعني جيتونا، وهاي يعني هاي فائدة لأطفالنا غير هاي. شوف هاي بالتلفزيون هذا البيشلل وهذا يمشي على أوتية. من يتمرضون أتعذب بهم، يعني هذا أخذهم يومين مستشفى وهاي أتعذب بهم. وتضم الفرق التلقيحية أكثر من 250 متطوعا مدنيا إضافة إلى كوادر دائرة صحة النجف التي أمنت مراكز تلقيح ثابتة في جميع المراكز الطبية والعلاجية إضافة إلى الفرق الجوالة. وتحاول الدوائر الصحية عبر حملات تلقيح استثنائية القضاء على احتمالات عودة مرض شلل الأطفال الذي ظل لسنوات طويلة مختف في العراق. راجل نصير الحرة، النجف والأشرف.